الوضع الحقيقة بائس، الوضع بائس، الوضع الحقيقة مش في فلسطين بس بائس لأجل ما يحدث، الوضع بائس على طريقة تعامل المجتمع الدولي، يعني فيما يتعلق ويختص بطريقة تعامل المجتمع الدولي مع هذا الصراع، وطريقة تعامل المجتمع الدولي مع هذه الجولة، يعني من 7 أكتوبر لحد دلوقتي أنت تقعد تستغرب جدا هو الناس دي بتشوف الوضع إزاي، يعني وده يمكن كنت بقوله مع زميلاتي في النشر. ايه اللي ممكن يبقى على بال اي دولة، اي دولة مهما بلغ تشددها وتعنتها انها تقطع الامداد المادي ولا عن وكالة اغاثية، وبتتكلم على وكالة اغاثية أممية شغلتها انها تساعد الناس وتغيثهم وتبحث لهم عن فرص للعمل الى اخره، يعني والناس دول مين؟ الناس دول اللي هم اصحاب الارض، يعني انت بتتكلم على الناس صحاب الارض تحولوا الى لاجئين في اراضيهم. شيء غريب جدا. الخارجيه الفلسطينيه علقت طبعا على مساله تعليق اونروا ودعم اسرائيل في الاباده بتاعت العقوبه. ايه يا جماعه ده؟ شيء الحقيقه غير مفهوم، غير مفهوم. معانا على التليفون الكاتب والمحلل السياسي دكتور عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمه التحرير الفلسطينيه. اهلا بيك يا دكتور. يا دكتور عمر. طيب الخط قطع، يعني سوف نعاود الاتصال مره ثانيه بدكتور عمر، لكن حقيقي لازم تقعد تحلل الشكل ده من التناول، ولما تشوف انه دائما دائما الدافع للعنف من يسكت على الإبادة، من يقطع التمويل عن مؤسسة إغاثية زي الأونروا، من يستخدم حق الفيتو، من لا يرى اصلا انه غزة دي محتلة، هتلاقيهم دايما اتنين، لندن واشنطن، واشنطن لندن، ويتبادلون الأدوار دائما وابدا. لندن تمشي في المسار بتاع التصريح السياسي والدفع السياسي، واشنطن تمشي في المسار بتاع الدفع نحو العنف. معانا على التليفون الكاتب والمحلل السياسي دكتور عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمه التحرير الفلسطينيه. اهلا بيك يا دكتور عمر. اهلا بيك. هو على ما يبدو انه الخط مش هيبقى واضح، لكن هحاول ان احنا نسمع، وانا اعلم طبعا يعني طبيعه الاحوال. والله انا سامعك كويس يا استاذ. يا بختي ان حضرتك سامعني، اشكرك. طيب دكتور عمر، يعني كيف ترى طريقه تعامل المجتمع الدولي خاصه في مساله وقف تمويل الأونروا؟ كيف ترى تحديدا طريقه تعامل لندن وواشنطن مع هذا الامر؟ يعني بات هناك 10 دول جمدت في ضوء الادعاء الاسرائيلي الكاذب تمويلها لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين، وهذا الادعاء حتى الان لم يثبت يعني تاكده من الاتهام الباطل ل 12 موظف من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وبالتالي أعتقد أن الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول يعكس الإرادة والتوجه المسبق لمواصلة فرض العقاب الجماعي على الشعب العربي الفلسطيني. سأفترض أن هناك فعلا 12 موظف من 30 ألف موظف جلهم من الفلسطينيين تورطوا أو ارتكبوا خطأ ما، هل يجوز للدول المانحة أن توقف المساعدات عن أبناء الشعب العربي الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي تجري منذ 115 يوم على الشعب الفلسطيني وفي ظل نقص حاد في المواد وفي المساعدات الإنسانية، في المواد الغذائية، في المواد الطبية وفي المستلزمات
الطبية والأدوية والوقود والمحروقات وفي ظل عمليات التدمير وعمليات القتل والإبادة للأطفال والنساء وأبناء الشعب الفلسطيني الذين يعانوا أيضا حرب البرد والشتاء القارس الذي يواجهونه الآن في فصل الشتاء. بالتالي هذه جريمة تضاف إلى الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني. آمل أن تراجع هذه الدول إن كانت معنية بالسلام وبمساعدة أبناء الشعب العربي الفلسطيني للتثبت على أرضهم وفي الدفاع عن حقوقهم أن يعيدوا النظر في توجهاتهم وفي قراراتهم. ولكن الأمر سابق على هذه التهمة، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكل من يدور في فلكهم يعملون منذ توقيع اتفاقية أوسلو على تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، وتأتي وهناك سلسلة من الخطوات والانتهاكات التي ارتكبت على هذا الصعيد وتصاعدت حدتها بعد شروع الرئيس السابق ترامب بتنفيذ صفقة القرن في مطلع ديسمبر كانون أول 2017 عندما باشر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطرح آنذاك تقليص عدد اللاجئين من 7 مليون مواطن لاجئ في الشتات إلى 40 ألف حيث عزلوا وفصلوا الأبناء والأحفاد عن الآباء والجدود. تالي السياسة ليست جديدة، هذا التجميد ليس سوى ذريعة ليستخدمها أو تستخدمها الدول التي جمدت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتبرير سياساتها وعقابها الجماعي على الشعب العربي الفلسطيني. إن كانوا معنيين بالقرار وبالقانون الدولي وبالقانون الإنساني الدولي فعليهم أن يعيدوا النظر في السياسات التي ينتهجونها، لأن هذا يعني اشتراكهم مرة أخرى تلو الأخرى في حرب الإبادة التي ستقودها وتقودها الولايات المتحدة نفسها والغرب الرأسمالي مع دولة الاستعمار الإسرائيلي. دكتور عمر، هل ترى أنه من باب المصادفة أن هذه الدول تقطع الإمداد عن الأونروا في اليوم التالي أو بعد يومين من صدور قرارات محكمة العدل الدولية اللي بتطالب باتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون يعني تجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني ووقف هذه أو هذا العنف الموجود؟ هل هي مصادفة وكأنهم يتحدون قرار محكمة العدل؟ لا، هو ليس معزولا، بل هو لصيق الصلة بما اتخذته محكمة العدل الدولية من أحكام وتدابير احترازية ومؤقتة على طريق إدانة إسرائيل بارتكاب حرب إبادة جماعية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني. وبالتالي هو جزء وهو رد على المحكمة العدل الدولية وعلى العالم أجمع الذي يقف وينادي إن كان على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الشعبي ينادي بوقف الحرب، حرب الإبادة المفروضة على الشعب العربي الفلسطيني منذ 115 يوم. بالتالي هناك ترابط جدلي بين ما جرى في المحكمة و ما اتخذته الولايات المتحدة. ولكن أيضا كما ذكرت آنفا وإن الإجراء الأمريكي لم يكن وليد الصدفة ولا وليد القرار الأممي في محكمة العدل الدولي أعلى محكمة في العالم، وإنما له صلة بالنهج وبالسياسات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية حتى منذ النكبة عندما رفضت أمريكا والغرب الرأسمالي عموما إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل استنادا إلى قرار التقسيم الدولي 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، وواصلت ذلك من خلال
تحويل القضية، وعندما أنشأوا أساسا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أنشأوها من أجل تحويل القضية من قضية سياسية تخص الشعب العربي الفلسطيني إلى قضية إنسانية. ومع ذلك هذا البعد وهذه الوكالة التي ترسم وهي أحد المعالم الأساسية للتأكيد على طبيعة القضية الفلسطينية كقضية شعب مضطهد ومطرود ومشرد من أرض وطنه الفلسطيني في عام النكبة 1948 وفي أعقاب هزيمة حزيران يونيو 1967، ترفض عودة اللاجئين. ليس ذلك فقط، بل تعمل على توطينهم في دول عديدة، وفتحوا أبواب الهجرة لأبناء الشعب العربي الفلسطيني إلى أوروبا وإلى الأمريكيتين وغيرها من الدول. والحرب التي تجري الآن منذ 115 يوم منذ البداية، الولايات المتحدة تبنت خيار التهجير القسري ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا، وضغطوا على جمهورية مصر العربية لكي تفتح أبوابها لاستقبال المهاجرين. ولكن القيادة المصرية بقيادة الأخ المشير عبد الفتاح السيسي رفضت ذلك، وأكد الرئيس السيسي أنه لن يسمح بتمرير هذا الهدف الإجرامي الذي يمس بمكانة الشعب العربي الفلسطيني وهويته وأهدافه الوطنية. وبالتالي المسألة رغم أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بما جرى يوم الجمعة الماضي أول أمس في 26 يناير الحالي، إلا أن أمر تصفية قضية وكالة الغوث وقضية اللاجئين أمر أبعد من ذلك وله عميق الصلة بكل السياسات الأمريكية والإسرائيلية والغربية الرأسمالية كما جرت العادة دكتور. كما جرت العادة دكتور. أنا أشكرك جدا جدا دكتور عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والكاتب والمحلل السياسي. طبعا ليس من قبيل المصادفة على الإطلاق أنه يطلع قرارات محكمة العدل الدولية فيليها على طول قرارات أخرى متعلقة ب يعني منع التمويل عن منظمة الأونروا وهي منظمة إغاثية. دي مش صدفة. وفي ناس دايما تيجي تقول لا داعي لتبني نظرية المؤامرة. أمال أنت متخيل أن العالم بيدار بالإيه؟ لو أنت متصور أو أن في حد بيحاول يصور لك أن العالم بيدار بالحب، لا يبقى انت عايش في حتة تانية خالص. يعني هي يعني جنة على الأرض كده أشبه بالجمهوريات الأفلاطونية. والحقيقة أنه هذه الجنات دائما جنات بائسة، لأنه الجنة البائسة هي افتراض أن كل من حولنا فاضلين. إمتى كانوا فاضلين؟ هم كانوا فاضلين في مؤتمر بازل، ولا كانوا فاضلين وهم بيشتغلوا على استصدار قرارات من دولة التاج البريطاني مزيلة بتوقيع بلفور في سنة 17، ولا كانوا فاضل؟ هو كل ده مش قادر يفهمك انه في مؤامرة. كل ده ذهابا الى انك توصل لقرار التقسيم في 47 واعلان الدولة عندهم في 48 وتهجير الفلسطينيين ونكبة كبرى. كل ده مش قادر يصورك يا راجل. حتى القرار 242 كان 242 242 حذفت منه الالف واللام بتاعت التعريف حتى لا تنسحب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها، فيصبح انسحاب اسرائيل من اراضي احتلتها. وفي النهاية لا عمل الدولة عملت ده، وده مش محسسك ان في مؤامرة وتظن ان الامور تمشي وتسير بالصدف. ما يحدث على الاراضي الفلسطينية ليس مصادفة، ومحاولة حصار الاقتصاد المصري ليست مصادفة، ولا كان قبلها استيلاء الاخوان على السلطة مصادفة. مفيش حاجة في العالم صدفة. صدفة ايه؟ اللي بيفكر بمنطق الصدفة وإنه لا داعي للتمسك بنظرية المؤامرة ده ثقافة روايات عبير، قاعد عايش في حالة حب كده ووجد مستمرة. لا، احنا مش عايشين في جنينة كلها فراشات. العالم منذ بدايته مؤامرة، من قابيل وهابيل مؤامرة قابيل على أخيه هابيل، وهكذا. واستمرت المؤامرات حتى صارت هناك مجتمعات فدول تتآمر على بعضها البعض للأسف الشديد.